أريد أن أؤكد على مسألة أساسية، وهو أنه نساء ورجال التعليم منذ أزيد من 10 سنوات، أسميها 10 سنوات العجاف، لم نستطع أن نصل إلى حل أي ملف، وبالتالي تراكمت الملفات وهي التي أدت إلى التوتر في القطاع. اليوم استطعنا أن نتوج سلسلة من المفاوضات التي كانت مع الوفد الحكومي ككل تحت رئاسة السيد بن موسى، وخمسة أيام من النقاش المتواصل مع السي فوزي القجاع اللي استطعنا من خلالها تدليل كافة الصعوبات وخاصة الانعكاس المالي للمطالب المزمنة للنساء ورجال التعليم. فاستطعنا التوصل أولا إلى حل الملفات العالقة والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من 10 سنوات مع الكلفة المالية لها، واستطعنا كذلك أن نصل إلى اتفاق تاريخي حول الزيادة في الأجر بمبلغ 1500 درهم لقطاع التعليم، وكذلك سنواصل الحوار حول تجويد وتعديل مقتضيات النظام الأساسي ابتداء من يوم الخميس المقبل. بهذه المناسبة أريد أن أوجه نداء إلى كافة مناضلة ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم، إلى عموم نساء ورجال التعليم، من أجل العودة إلى المدرسة، من أجل العودة إلى التدريس، من أجل معانقة التلميذات والتلاميذ الذين اشتاقوا لأساتذتهم، من أجل الإصلاح، إصلاح المنظومة التربوية المغربية التي نطمح إلى تحسينها إلى تجويدها لكي يواصل المغرب تقدمه في جميع المجالات وخاصة في مجال التعليم الذي نعتبره قاطرة التنمية.